لا شك انه رياضه بشكل عام وبشكل خاص رياضات الدفاع عن النفس والالعاب الرياضيه بتساهم مساهمه كبيره في البرامج اللي بتساعد على تطور الطفل وتقويه عضلاته وعظامه ونموه بشكل سليم وصحيح. خلال تجاربنا على اكثر من 25 سنه مع الاطفال لوحظ تطور حقيقي في قدرات الطفل وتغير حقيقي في شخصية الطفل. عم نلاحظ تطور وتقدم في قدرات الطفل من الناحية العقلية والذهنية والجسمية، كمان بنحس انه نمو الطفل افضل، طوله افضل، ذكائه استيعابه. احنا بنطبق برامج اسمها التعلم الحركي للطفل، وهي برامج مهمة جدا بتساعد الطفل على انه يطور ويحسن من الادراك الحسي عنده، بترفع من الانتباه وايضا بتطور من شخصية هذا الطفل. الحقيقة تكاد تكون الرياضة اهم وصفة صحية ممكن نعطيها لطفلنا او لبنتنا في عمر في هذا العمر، اذا ما تم خصيصا عمل برنامج يتناسب مع عمر الاطفال. فلازم تكون الخطط اللي معمول فيها مع الاطفال في هذا العمر تتناسب مع عمرهم ونموهم وايضا تحمل القلب عند الطفل، فتكون الجرعه التدريبيه تتناسب مع حجم احتياجات هذا الطفل. اذا ما تم عمل خطه متميزه قد نحصل على بطل عالم وتكون اول خطوه روضه او المدرسه.